هاي. بعد ما تنتهي من البلاط ده خش على المطبخ. مطبخ شنو؟ غسيل العيد ده. لا لا اليوم عليك، نحن ما متفقين صح؟ أنا يومين عليك ونص يوم علي صح؟ لا 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 نص يوم يومين يا هنا يا اخي. انتوا قاعد تقولوا للذكر مثل حظ الانثيين صح؟ هذا كلام القران ده اتفاق صح؟ هاي. نحن متفقين انت يومين وانا نص يوم. ديك اسمع عادله، ما اظن ظلمتك انا صح؟ ونحن اتفقنا. انت ماشي انا سامعك مرقه. ماشي اشرب الجبنه. ها؟ ماشي اشرب الجبنه. هاي. بعد ما تخلص ما تنسى تخش على المطبخ وتنزل الهدوم في الحبل دي. كويس. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد العزيز قاعد؟ قاعد في مداخله. يا عبد العزيز. مبارك يا اخي. انا كويس. كيفكم؟ تمام؟ بخير تمام؟ مبارك. وعليكم السلام. كيفك؟ ايش هذا؟ ها؟ ليش انت مدزز شنو؟ والله يا جماعه بقول لكم شنو؟ انتوا صحوانين. ها؟ والله دي الحاله كده. حاله شنو؟ والله العظيم انا ذاكر عده ونظافه وغسيل ويعني برنامج صعب خلاص. مالك طلقتها؟ ما طلقتها والله، مرة قاعدة والله اتفاق بس. غلطان يا عبد العزيز. كيف؟ غلطان. المرة دي اديها العين الحمراء يا اخي. العين الحمراء؟ اديها العين الحمراء. عين الحمراء؟ هريشة. هريشة؟ هريشة والله. والله انا قبل اليومين ثلاث سمعت واحد جارنا قال راجل جه هرش مرته، مرته شالت لك الكذب بتاع الرجل اللي قطع بيه الخضر والقرع ده. مسكت لك اظانه بعد ما غفل نطق اظانه اليمين بقاسع بيسمع بالشمال بس. يا عزو دلازيس اسمعني. انت عده مسح شوف هرش بس هرش هرشه هرشه بس عين حمراء بس. العين الحمراء دي بتورطك وبتوقعك. النسوان ديل شغرانيات وغتيتات زي مرتك دي، تمش تضاضيها وتمش تحوم الريع عينك ديل. هات العمليه في الفضاء ده تتعمل لك اثنين الاثنين ما ظن واحده. لا يعني النظارة دي تاني إلا بس تركيه هنا فوق في شعرك بس. أسمع نصيحتي أنا. أسمع نصيحتي أنا ده. أي عين حمراء بس. عين حمراء. هرش بس. هرش. بس. أخبار هرشة. بس دي العين الحمراء. هرشة. أسمع كلامه هرشة. آه. لما يجي اللقاك بيجي بريش. هرش بس. بس. أسمع كلامي أنا عبد العزيز. عارف العين الحمراء بس. لكن الأمطار ده ما حخليهم. مرة دي لازم أهرشها. لازم أطفرها أنا. أنا أصور وشي وأنفخ بطني كويس وأقف قدامها كده وأعين لها وأقول لها هي. لا لا هي 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 بالراحة. معاها سلطوش كده. هي. ما بتجي. معاها كيف؟ مرة معضلة أكتر مني يعني ولا شنو يعني؟ أنا أبرز لها عضلاته كلها. كويس؟ استجمع قواي. وحمر عيوني كويس واقول لها هي. فيشنا؟ لا 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 الصابون وين؟ ده راسي العده. صابون في الرف وغسل دي معاه. كويس.